مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير عرايس الكافتة. عندي لحمة مفرومة ناعم، بصلة مقطعة بهيدا الشكل، بقدونس، ملح، ربع ملعقة صغيرة بهار اسود، وربع ملعقة صغيرة 7 بهارات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البقدونس، بصل، ملح، حطت بهار الأسود و7 بهارات. بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم بهيدا الشكل، هلأ صاروا جاهزين لحطهم بقلب الخبز. عند الخبز عمليتو فيديو سابق لهيدا الخبز أنا وياكم. بحط الكفتة بهيدا الشكل، بمدها منيح للكفتة. بحمي التوستر أكيد وبحطهم بقلبه بهيدي الطريقة. هول العرايس صاروا جاهزين، بشيلن. بسم الله. هلأ بدي احطهم بصحن، وعندي بندورة وخس، حطهم بهيدا الشكل. بدي بس وحدة انا وياكم. بسم الله. هيدا الشكل نهائي، شفتوا كيف بزين بالخس الصحن بهيدا الشكل. كمان بحط بندورة وفينا كبيس. هولي عرايس الكفتة اللي عملتهم انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. If you want to see this recipe, it's in the description box. Bye bye.